مشاهدينا للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني بعد التحية يا فندم، مصر أدانت الهجوم الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له محافظة ديالى اليوم وأسفر عن مقتل 11 جنديا عراقيا. يعني برأيك، هل يمكن للعراق بذل مزيد من الجهود لدحر فلول تنظيم داعش الإرهابي؟ العراق في حاجة لإسناد عربي، سواء كان مصري أو خليجي أو إسناد من الجامعة العربية. العراق الحقيقة في مواجهة الإرهاب يتصدى بالفعل لفلول داعش ولتدخلات إقليمية تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله. الحقيقة الأمر لم يعد قاصر على ما تواجهه العراق. اليوم في سوريا أيضا فلول داعش هربت من أحد السجون. هناك كما ذكر البيان العراقي فعلا محاولة لإعادة نشاط الجماعات الإرهابية ودعمها ومساندتها. ما أن يستقر العراق ويسعى لاختيار ممثليه وانتخاب برلمانه وإقامة حكومة قادرة حتى يأتي من يمارس الإرهاب ويدعمه، خاصة من القوى الإقليمية. لم يعد يعني خفيا أن هناك قوى إقليمية بعينها تمارس هذا النوع من النشاط للتأثير على القرار السياسي ودعم عدم الاستقرار والاستثمار في الإرهاب من خلال استضافة عناصره ونقلها من مسرح عمليات لآخر. يعني أن الأوان للتصدي على الصعيد العربي، وربما القمة العربية القادمة في الجزائر تكون فرصة لدعم العراق ومساندته، ومسعى الأشقاء العرب لمساندة العراق. فلا يمكن ترك العراق وحده، ولا يمكن ترك العراق في براثن قوى إقليمية تعزز وجود الإرهاب وقوى أخرى. أنا أتحدث حقيقة عن تركيا وإيران، ليكون العراق بين شقي الراحة. والآن أيضا هناك إطلالة في سوريا للإرهاب، لابد أن يكون هناك إسناد عربي ومسعى إقليمي ودولي لمواجهة هذه الدول التي تمارس هذا النوع من النشاط السياسي، مستغلة الميليشيات المسلحة كما هو الحال في ليبيا، والمتطرفة كما هو الحال في داعش سوريا والعراق. إذا الموقف المصري موقف قومي واعي. البيان المصري هو واضح وصريح أننا مع شعب العراق وسندا لها في هذه المواجهة التي يجب أن تتكاتف الجهود لوأدها في مادية حتى لا تنتشر عبر خريطة العالم العربي. أن الأوان أن تنطلق الحكومات العربية في عملية تنمية أساسها الاستقرار، ولا يمكن أن تحقق أي دولة مكاسب دون الاستقرار السياسي والقضاء. يعني قيادة القوات المسلحة العراقية دعت لتوحيد الجهد الاستخباراتي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. يعني ما الدول التي يشملها هذا الدعم الاستخباري؟ يعني لا شك أن لدينا جميعا معلومات استخبارية كافية عن هذا النشاط. كنا نتحدث بشكل يعني مبهم في الماضي عن قوى إقليمية، الآن نتحدث عن تركيا وإيران. كنا نتحدث عن نشاط لبعض القوى الإقليمية التي تشجع الإرهاب، وهذه القوى باتت واضحة. هذه الممارسات لا يمكن أن تتم دون معرفة الأجهزة الاستخباراتية. لا يمكن أن تنقل ميليشيات وكتائب مسلحة من مسرح عمليات لآخر دون أن تلتقط يعني الأجهزة الأمنية هذه الحركة وهذه التصرفات الجوية التي ترصد بعناية. وبالتالي علينا أن نرفع الأمر إلى مجلس الأمن، علينا أن نرفع الأمر إلى التنظيمات الإقليمية، علينا أن نساند العراق. لا يمكن ترك شعوبنا نهبا لهذه الممارسات التي باتت واضحة وباتت أداة من أدوات تحقيق مكاسب سياسية على حساب مستقبل الشعوب، على حساب الأمن والاستقرار. وما فلول داعش إلا فلول تم صناعتها وتدريبها وتأهيلها وفقا لمعرفة وخبرة من أجهزة مخابرات دولية وتنفذها قوى إقليمية. هذا الأمر يتكرر في سوريا ويتكرر في العراق ويتكرر في ليبيا ويتكرر من خلال الميليشيات المسلحة الطائفية في اليمن، وتونا أيضا في مصر في مواجهة حاسمة مع هذه التيارات. وعلينا أن ننقل خبراتنا وتدريباتنا ومعرفتنا ومعلوماتنا لشقيقة العراق وكذلك في سوريا، وأن تدعى القمة العربية القادمة لاتخاذ موقف حاسم وإرسال وفد لمجلس الأمن لرفع الأمر ومواجهة هذه القوى الإقليمية، سواء من خلال الاتصالات القائمة حاليا معها أو من خلال القوى الدولية التي تسيرها.
صحيح. السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.